ده ديب ده ولا ذئب ولا ايه؟ الكلب الذئب الولف دوغ هو ده ميكست ما بين ديب وكلب. البريد ده مش موجود منه كتير في مصر تقريبا ان هم كلبين ثلاثه هم بيعملوه بره احنا يعني في مصر ما بنعملوش. على كده كلبه طيبه جدا يعني او ذئبه طيبه جدا وليها الانتيم بتاعها بانذر الروت فايلر اللي هو كلب الرود هم الاثنين مستني ازاي اخفف طبعا هيموتوا ويطلع لها فانا ممكن اطلع لك الاثنين لو قشطه مش هيعملوا حاجه برضه هيلعبوا مع بعض بس ماشي نطلعها بس ورينا الناب بتاعه كده ما جاي يا لونا بص حجم الناب بتاعها بس يا حبيبي جود جاي الناب بتاعها كبير جدا مش كلب مش ناب مش ناب كلب عادي بس يا بيبي بس بس لا ده ناب ديب هو حجم ناب ديب فعلا فيها كتير من صفات الذئب واولها الوفاء اللي مش طبيعي لوالفها لكن هي واخده والفها الروت فايل بس طبعا ما بيتجوزوش ولا حاجه بس هي بقى هو ده والفها اللي ما بتصاحبش غيره ما بتلعبش مع غيره وده نوع من انواع خاص بالديابه الذئب من الحيوانات اللي بيتجوز مره واحده سواء او النتاء او الذكر بيتجوز واحد بس ما لو مات خلاص ما يتجوزش عمره وما بيتجوزش غير ذئبه واحده والذئبه ما تكونش غير ذئب واحد وهو اللي يفضل عايشين معاه والديابه في القطيع عموما بيبقوا متقسمين الشباب بيخدموا الكبار والولاد لحد ما يكبروا بيصطادوا اكل ويجيبوا اهاليهم اللي مش قادرين هو قطيع منظم حياه اجتماعيه مش طبيعيه ديت انها تتربى في بيت طباع الذئبه ممكن تغلب في لحظه فانت لازم ادام انت عارف ان فيها دم ديب ده يعني اللي يربيها لازم حد يبقى فاهم قوي وصاحبها جايبها من هو قد كده انت تربي كلب دي حاجه سهله بس انك تتربي بطل دي حاجة